السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدر. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح يكون فيديو بي في بي. طبعا انا صار لي فترة طويلة مو منزل فيديوهات بي في بي، وهلا حسيت انه وقت مناسب بما انه نزلت اليزابيث الجديدة والدنيا كلها عم تلعب بي في بي على حسب ما بعرف انا. وانا صار لي زمان ملعبان بي في بي اليت، قلت لحالي لازم اسوي فيديو. طبعا انا كنت ناوي اصور الفيديو بكير، بس نزلت حلقة جديدة من بلاك كلوفر وتأخرت. طبعا للي عم يشوفوا الفيديو تبعي أول مرة وعجبكم المحتوى، يا ريت تشتركوا بالقناة وتدعمونا إن شاء الله. الهدف الأول حاليا 1000 مشترك، فيا ريت من الكل يدعمنا بالاشتراك واللايك على الفيديو إذا عجبكم. وخليني أحكي لكم شوي عن التيم اللي أنا بدي ألعب فيه بعدين نبلش الجيم. طبعا أول شي هذا التيم يعتبر تيم ألتراش، يعني بيعتمد 90% فينا نقول على الالتيميتس تبعات الشخصيات. فانا بحاول استخدم الالت فود. طبعا السي سي تبع التيم عالي، فما بحتاج اني استخدم سي سي فود او اتش بي فود. مثل ما شايفين اليزابيث وكينج ومارلين عليهم اتش بي ديفنس، ولوز درين عليه اتاك ديفنس. طبعا انا لاحظت شغله انه اليزابيث اذا بتشوفوا الديفنس تبعها كتير كتير عالي. يعني هلا عنا لوزفين اخذ 800 ديفنس من اسكانور، ولسه الديفنس تبعه اقل من اليزابيث، مع انه اليزابيث بس 670 ديفنس اخذه من ديمون مليودس. فهي نقطة. طبعا في شغلة كمان انه ديمون مليودس اللي انا حاطه على اليزابيث عليه بيرس مو اتاك، فمشان هيك الاتاك شوي قليل مقارنة بالاتاك اللي عم باخده هون. طبعا خلينا نبلش الجيم وبتشوفوا انتو شو الفكرة من التيم هذا. مثل ما شايفين انتو هذا الفريق عندي فيه 90% وين ريت، وهو المفروض اكتر من 90% لانه انا في جيم خسرته كنت عم بلعب فيه بتيم تاني. ان شاء الله ان شاء الله هلا ما يصير فيني مثل كل مرة لاني عم صور فيديو يطلع لي ضدي كلياتهم بروفيشنالز وما تعرف فوز ولا جيم ويطلع التيم تبعي فراطة. بس جربته ضد اكثر من فريق وكان جدا جدا يعني مرتب، يعني اعتقد من بين العشرين جيم اللي لعبتهم واحد بس من اللي ضدي كان بوت. ف خلينا نبلش. طبعا مثل ما قلت لكم الفريق هذا بدك تحاول تعتمد، يعني اذا مو 90% 85% بدك تعتمد على الالتيات. طبعا اللي ضدي عم يستخدم اليزابيث، فاحسن شيء اني اعمله اني اعمله بيتريفاي لاليزابيث تبعه، لانه اذا ما عملت لها بيتريفاي راح تعمل لي ستان لكينج تبعي وراح تصير مشكله. هلا اوكي، هو احسن شيء عمله انه عمل كريت على جوثر على لوسبين تبعي. بس هلا في شغله انا بدي اجربها، هل انا ممكن اقتله جوثر ولا لا؟ بس بما انه اخضر وجوثر فاعتقد انه ما يموت معي. بس خلينا نشوف قديش حينقص له من اتش بيو. كان لازم روح على اليزابيث بصراحة، كتير غلط اني رحت على جوثر. بس هلا الحلو انه هي روحنا اليونيك تبع اليزابيث، فهلا صار عندي القدرة اني انا بمجرد ما اقتل اي حدا عنده بالتيم وضع يكون بالسليم. هلا هو مضطر انه يستخدم كرت لوزفين بتوقع. اللف الجاي بعمل له بيتريفاي، بعمل له ستان، عندي اكتر من خيار. وما بتوقع جوثر تبعه يكون 6-6، يعني حتى لو 6-6 ما حيكون له تأثير خارق. هيحط درع وحيضرب ضربة بلوزفين. للأسف قتل لي حدا. بس بتوقع ما بتفرق حتى لو قتل لي مين ما قتل، بما انه اليونيك تبع اليزابيث تبعه راحت فما عندي شي بصراحة بخوف. هلا هي بنشيل الدرع اللي حاطه تبع اليزابيث، وهي بنقتل له التيم والبتريفاي اكسترا. عادة بهي النقطة ببلشوا ينسحبوا العالم، اذا هو يعني ما بده يضوع وقته ووقتي بينسحب. بس هذا شكله لسه عنده امل بانه يفوز، بس ما له شايف انه في بايدي ستان وبتريفاي.
غريبة والله ما اعمل كريت. طبعا هلا انا فيني اعمل هيك بعدين اعمل شيلد بعدين اعمل له ستان عشان يصير معي التي اليزابيث، وبمجرد ما اعمل التي اليزابيث برجع الاتش بي اللي رايح مني فهو انتهى. واذا ما انسحب كنت لكم اذا ما انسحب هلا فما اتوقعوا منه انه ينسحب لانه شكله ناوي يضوع وقته على الفاضي. هاي اول جيم الحمد لله ما طلع لنا صدمات وخسرنا. انا طبعا اليوم لما بلشت بالتيم هذا كنت شامبيون 4، ومن وقت ما لعبت بالتيم لهلا ما خسرت جيم الا واحد اعتقد كان نفس التيم تبعي، بس اتوقع هو وقتها بلش قبلي. بس اذا بلش قبلي في نقطه، اذا بلش قبلي معناته هو عم يستخدم يا سي سي فود يا اتش بي فود، يا اما هو كتير اكاونت السي سي تبعه عالي. طبعا هذا التيم لعبت ضده، انا ما بعرف ليش العالم بيستخدموه هلا بالذات. يعني انت هذا الاسبوع عنا نحنا هذا الاسبوع ما بعرف ليش انسحب، هو المفروض على اساس كاونتر يعني. هذا الاسبوع بالذات هذا التيم كتير ضعيف ممكن يكون اللي هو عم يستخدمه بسبب القوانين تبع البي في بي. خليني قبل ما نكمل خليني نشوف القوانين. يمكن هذا الاسبوع ما في يعني ولا شو. انا بتذكر كان في قانون انه بنقص الضربة اللي هي اي او اي 50% ولا شيء، بس كأنه هذا الاسبوع ما في قوانين وانا مخربط. يمكن الاسبوع الماضي كان هذا القانون اللي عم بحكي عنه انا. بس اليوم لعبت نفس ضد نفس التيم بالضبط هذا تبع البيرس، بتوقع هو انسحب لانه السي سي تبعي اعلى من السي سي تبعه، اعتقد هذا هو السبب. لانه التيم اللي هو عم يلعب فيه بيكون عنده فائدة كتير كبيرة اذا ببلش قبلي. ليش؟ لانه بيحط لي كوروجين تبع هذا كمان ليليا المفروض، يمكن نفسه، لا هذا ليليا بس بدون، بس هذا كتير قليل السي سي تبعه ما اعرف ليش، مع انه تشامبيون 1 احتمال يكون بوت يعني هذا. بس على العموم نحن شو بنعمل، بنحط الشيلد لانه هذا الشيلد كتير كتير رح يحميني ضد البيرس تبع ديمن مليودس. هلا بنعمل له التي كينج وهي بوت مثل ما قلت لكم. هلا بتوقع يعني خلينا نشوف اذا حيضرب ضربه عشان اورجيكم. بس شوف نص ال HP تبع الدرع اللي حاطه ما راح، لانه الشيلد تبع اليزابيث بيحمي من اي ضرر خارج عن الاتاك، يعني كل شيء مو اتاك بيعمل له مثل هذا، نسيت شو كانت الكلمة، بشيله. فلحنا هلأ فينا نعمل التراش، ما فينا نعمل التراش، حاول نقتل اسكانور لانه اسكانور بتوقع هو حيكون الضرر الكبير علي. بتوقع اسكانور حيموت بالضرب الاي او اي، فاذا بتروح على ليليا والله بكون ممنون الا اذا ما قتلت ليليا، كمان مو مشكلة على ديمن مليودس كمان مو مشكلة ميت يعني. طبعا هذا حتى لو ما كان بوت على فكرة ما اعتقد حيقدر يعمل اي شيء غير اللي عمله البوت. هاي الفكرة بالتيم اللي انا عم بلعب فيه، اذا انت عندك سي سي عالي والتيم تبعك يعني قوي جدا جدا صعب انك انت تلاقي له كاونتر، الا طبعا اذا يعني تعرفوا انتو اي شخصية بتنزل جديد تبلش اول ما تجي بتكون كتير قوية وما في الى اي كاونتر ما في الى اي شيء، بعدين بعد يومين ببلشوا العالم يكتشفوا كاونترات وببلشوا يكتشفوا طرق لحتى تقدر تفوز عليها لهي الشخصية. بس لحد الان انا بصراحة ما كتير جربت تيمات، لاني انا يعني اليوم مثل ما قلت لكم اليوم لحتى لعبت فيها بي في بي لإليزابيث، لعبت فيها نورمال بي في بي اللي هي 4v4 كان جدا 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 سهل البي في بي فيها، لانه التيم بدل ما يعني شايفين هذا التيم نفسه بس بحط جنبي جوثر الاخضر فبصير عندي بس دمج زيادة، فكتير كتير او بي التيم. طبعا كينج الاحمر عم يستخدمه اللي ضدي اعتقد بسبب انه في بيرس، في ناس بلشوا يلعبوا بيرس رجعوا
بس انا بصراحة ما بقتنع هلا بهالوقت الا اذا انت ما عندك اليزابيث. يعني اذا عندك اليزابيث حرام تستخدم كينج الاحمر، وانت عندك اليزابيث اللي هي بالشيل تبعها بتقدر تروح، ما حقول 100% ولا 90%، حقول 50% من الدمج تبع البيس. شفتوا انتو الديمون مليودس تبعه ما عمل عليه اي دمج فعليا، حتى الشيلد ما روح نصه. بس انتو لاحظوا هلا ايدي ما شاء الله فول هيل، ما في كروت ضرب، بس بهيل انا. فانا مضطر هلا اني اعمل هيك، بعدين حط شيلد اليزابيث، بعدين هيل بكينج، مع انه حيرجع اتش بي فول من الالتي تبع اليزابيث. وخلينا نشوف هلا الالتي تبع اليزابيث شو حتعمل بكينج اذا عمل علي التي، لانه انا هلا ححط ريفليكت على حالي. فخلينا نشوف بيموت كينج من الالتي تبعه ولا لا، لانه اليوم لعبت ضد واحد مات من الالتي تبعه. في نقطة مهمة كتير للي ما بيعرفها، التي اليزابيث مو غير قابلة للكاونتر مبدئيا. في عندك اكثر من طريقة لحتى تكاونتر الالتي تبع اليزابيث. هذا المفروض يموت، لا عنده لايف ستيل، لا بيله شوي. اول طريقة وافضل طريقة هي البتريفاي او الفريز، هذول التنتين بيشيلوا البفات من على اللي ضدك. فالبتريفاي او الفريز بيشيلوا الريفلكت تبع اليزابيث، الريفلكت اللي هو هاد الشيلد اللي انتو شايفينه، الدرع الدائري اللي محطوط على اليزابيث والتيم تبعي. البتريفاي بتشيله، فانت فعليا ما بتتأثر بالريفلكت تبع اللي ضدك اذا كان عامل التي اليزابيث. والفريز كمان بتشيله، ما بيروح يعني ما عرفت احكي الكلمة، بتروح الفائدة تبعه للدرع، ما عاد بيعمل، لا ما عاد بيعكس دمج، ما عاد بيعمل اي شيء بمجرد ما تعمل بتريفاي او فريز. ليش؟ لانه هو هذا الدرع بيعتبر مثله مثل الباف، فبمجرد ما انت تشيل الباف من على اللي ضدك بتروح الفائدة تبعه. اعتقد الحل الوحيد اللي هو انه ما يروح منك هو انك تكون عامل مثلا باف ارثر ليفل 3، فما عم بينعمل لك بتريفاي. اوه 217,000 دارك سنو، والله اذا كان هذا الزلمة لاعب حقيقي، لا هلا هو اكيد لاعب حقيقي، 217,000 مستحيل ما يكون لاعب حقيقي، واعتقد مستخدم يا اتش بي يا سي سي فود. يمكن هلا يعمل رش لالتي اسكانور. هلا اذا عمل علي كريت سفاحة معناتها احتمال كتير كبير انه يكون حاطط، احتمال كتير كبير انه يكون حاطط شو اسمه، اوه ممتاز ما راح الشيلد، يكون حاطط ديث بيرس ورا. طيب هلا نحن شو بدنا نعمل؟ اذا بحرك الكروت زيلدرس، اسف تبع زيلدرس بتشتغل فعليا، ما فيني اعمل شي. ما كنت بدي اعمل هي والله. هلا على فكرة هو يمكن هذا التيم يخسرني، بتصدقوا؟ بس انا ما بدي كنت اعمل البتريفاي هي بصراحة. هلا هو ممكن شو يعمل؟ بضربة يشيل يشغل لي الالتي، وبضربة تانية يقتلني، واسكانور ضربته بتأذي. اعتقد هذا التيم هيكون اول تيم يخسرني، يمكن بسبب انه هو بلش قبلي، اعتقد احتمال كبير انه هو بلش قبلي. بس كمان بنفس الوقت اسكانور والله قدر يقتلها لإليزابيث. بس هلا الفكرة انه حتنزل مارلين، حتنزل مارلين شو حيعمل هو هلا؟ انا اروح له الالتي تبعه. بعمل شيلد تبع مارلين، بعدين بشيل الالتي تبعه، بعدين بضربه بلاست فين. معقول يرجع يجيب هذا؟ خلينا نشوف شو حيصير. هلا هو اجباري بده يشيل الالتي تبع لاست فين تبعي. اخ للأسف للأسف ما عندي كروت لوز فين، لأنه لو عندي كروت لوز فين
كان احتمال كبير لما زلت راح يحاول يقيم الالتي تبعي. هلا المفروض هلا يعمل لي كارت زلدرس. انا هذا اللي كنت عم بحكي عنه، انه يعمل لي رانك اب، بس للاسف ما عمل لي رانك اب. بس اعتقد احنا اذا بنعمل هيك، بعدين بنعمل هيك، بعدين بنشيل الالتي تبعه. حتى لو التي زلدرس قتلت لوست فين، بيكون معي التي مارلين. يا عفو الله كم كرت في بايده للوست فين. ان شاء الله يموت اسكنور. اذا مات اسكنور، لا للاسف ما مات. هلا هو حيعمل لي التي زلدرس على لوست فين تبعي يقتل لي اياه. بس بتوقع اذا احنا بنعمل لفه جاي نشوف شو حيصير معنا. اقول زلدرس ما يقتل لي، مستحيل ما يقتل لي لوست فين. حتى لو ما قتله، عنده لوست فين هلا حيعمل كرت ذهبي اجباري. الا اذا طمع هو وفكر انه بيقدر. ما في طمع، انسى. طيب هلا اعتقد الحل هون انه نعمل التي. بدي اضطر اعمل التي على اسكانور، وبعدين ايش اعمل التي على اسكانور؟ لا ما بدي اعمل التي على اسكانور. لا يعمل، كنت عملته على زيلدرس. اذا مات زيلدرس بقدر ساعتها اعمل له بيتريفاي. لا ما بتوقع كان يموت، بس ان شاء الله هي ما تضرب. اني اطفي هاي لانه حيضحك علي. بس والله بصراحة ويل بلايد التيم هذا. اخذ ما في داعي ضوع وقته للزلمة وضوع وقتي. هاي اول خسارة بالفيديو الحمد لله. ثلاث فوزات، ثلاث وينات وخسارة. اعتقد اذا هلا بفوز بيكون نسبة الفوز بالفريق هذا 80%. بس والله بصراحة التيم اللي لعب فيه اللي ضدي هذا كان حلو. أعتقد نسبة كبيرة من الفائدة اللي كانت عنده هو إنه هو بلش قبلي. هذا الشيء كتير كتير أعطى أفضلية علي، لأنه الفكرة من الفريق تبعي إنه إذا أنا ببلش أول بقدر يعني خليه يروح كروت زيادة على الفاضي. يعني أنا شو كنت عملت ساعتها؟ كنت ممكن أحرك كروت. بس مصيبة حتى لو حركت كروت هو عم يلعب هذا التيم مثل قلته. أنا بحس هذا التيم مثل قلته ضدي. لازم نحرك هاي ومنحط شيلد، وبعدين منحرك كارت لكينج. احسن شي ممكن اعمله هيك. لفة جاي بيكون معي ستان ومعي التي اليزابيث، وضعي بالسليم، فيني اعمله ستان. هلا هو ان شاء الله يقدر يقيم الدرع من علي ويعمل كريت على لوز دوين. بركب جيف التي لوز دوين كمان. بس الفكرة من الفريق اللي معي، الشغلة اللي سيئة نوعا ما فيه هو انه يعني انت لازم تعتمد اعتماد كتير كبير على الالتيات تبعتك. شوف الكريت تبعه، قصدي ضربة تبع اوميجا مرة واحد نص الشيلد. طيب هلا هون نحن شو فينا نعمل؟ فينا نحط التي ليز. انا ما بعرف ليش عم بتصرف تصرفات كتير غلط، لانه العداد كتير عم يمضى بسرعة وانا ما عم لحق افكر. بس اعتقد هذا الخيار الصائب. هلا
هلا بدي احاول اخليه هو يعمل عليه دمج منيح مشان اقدر استفيد من بس هذا المصيبة ما بيعمل كريت. شو هاد؟ شو هاد اللي صار هلا؟ يا إلهي، أنا بسحب كل شي حكيته على الفريق هذا أقوى فريق بالعالم. شو اللي عملوا فيني؟ يا إلهي، دمج مرعب اللي كان عم يصير. وأوميجا كتير قوي، ليش هذا أوميجا؟ يمكن لأنه ما كان عليه شيلد مشان هيك البيرس كان عم يفجر لي يا تفجير للفريق تبعي. هلا هون بيعمل التي، بيعمل اذا ما عنده درين احتمال فوز، واذا ما عنده هيل شكله عنده الاثنين. هي هيل او درين. درين. شو هاد؟ مات الدنيا كلها ماتت. يا الهي، اتش بي لوز فين تبعي عم يزعل. اوه، ما اعتقد لوزفين عنده القدرة انه يقتل اوميجا. هلا اذا بعمل هاي برجع كتير من الاتش بي تبعي، بس ما بقدر افوز. نجرب لا، شو هاد؟ طيب رجعنا اتش بي، بس انا ليش هيك عملت؟ كان فيني اعمل سينجل تارجت بعدين اعمل درين. ما بعرف، لا تسألوني. لا تسألوني شو بصير لما اجي العب على الفيديو، بالفيديو، وليش بصير التيم اضعف تيم بالكرة الارضية. انتو شايفين كان عندي وين ريت فيه 90%، لا حدا يضحك علي. والله يا جماعة كان كتير قوي التيم الصبح، شكله بعد الظهر العالم يصيروا اقوى. بس لسه لهلا انا بقول انه هذا التيم كتير قوي. اعتقد انه ممكن انا لعبت كروتي شوي غلط بالجيوم اللي بعضيت، ما بعرف، ممكن كان حظي سيء. بس يعني 84% من اصل 85 25 جيم لسه رقم حلو. بس شو بدي اعمل، مو ما لي نصيب. المهم اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو وشيلكم الخسائر اللي خسرتها، بس اعتقد لسه انه هذا التيم سوليد، تيم قوي، وان شاء الله رح احاول اجرب غير التيم هذا. مثل ما شفتوا انا مالي موصل تشالنجر، فهي المنطقة اللي انا فيها هلا اللي هي تشامبيون 1 للتشامبيون 5 اعتقد هي احسن مكان لتجرب فيه الفرق، لانه متى ما وصلت تشالنجر اعتقد ببلش يصير ضدك بوتات اكتر واكتر، وناس اللي ضدك عم يستخدموا كوين فود ومدري شو، فممكن تجريب يكون سيء نوعا ما بالتشالنجر. فهذا المكان هو افضل مكان لحتى اجرب تيمات فيه. فان شاء الله ان شاء الله هالكم يوم رح احاول اجرب تيمات احسن من التيم هذا، او تيمات كاونتر لهذا التيم، وبشوف اذا بلاقي شيء احسن منه. طبعا بالنهاية اذا عجبكم الفيديو، اذا استمتعتوا بالنصائح الخاطئة اللي عم بعطيها بالتيمات الغلط انا، يعني تضغطوا على اللايك وتشتركوا بالقناة، نوصل للألف بإذن الله. أشوفكم على خير.